سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. كما وعدناكم، عمو يزيد يزور مدن الوطن في حفلات الأطفال بمناسبة العطلة الشتوية. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك صوتك بالحي. يوم السبت 5 جانفي على 2 مساء بقاعة الزينيت أحمد باي بقسنطينة، الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم. كونوا في الموعد، تعالوا هلموا إلي.